السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي طلبة الصف الثالث الأساسي، نعود معكم مع درس جديد من دروس الرياضيات التقريب. لنقرأ الأعداد التي تحملها البطاقات. العدد الأول 7117. لنقرأ العدد الثاني 39410. هيا عزيزي الطالب اقرأ. رائع، 16309. لنكمل قراءة البطاقات. 6587. وآخر بطاقة معنا هي 54387. أحسنتم. سنتعرف اليوم على التقريب ضمن 10,000. لنتذكر معا أنه عند تقريب العدد ننظر إلى الرقم في المنزلة السابقة للمنزلة المراد التقريب إليها. إذا كان في المنزلة الأعداد 0, 1, 2, 3, 4 فإنها من الأعداد الفقيرة، لا يمكن أن تعطينا 1. أما إذا كان في المنزلة الأعداد 5, 6, 7, 8, 9 فإنها من الأعداد الغنية والتي تعطينا 1. سنتذكر معاً ما تعلمناه في الفصل الأول من خلال التدريب التالي. أقرب العدد 578 لأقرب 100. نضع خطاً فاصلاً بين منزلة المئات ومنزلة العشرات. ماذا يوجد في منزلة العشرات؟ أحسنتم، 7. هل هو من الأعداد الفقيرة أم الغنية؟ رائع، الغنية. إذن ماذا نفعل؟ نضيف 1 للمئات لتصبح 6، ونضع مكان الآحاد والعشرات 0. إذن 578 لأقرب 100 تساوي 600. لنقرأ العدد التالي ونقربه إلى أقرب 10,000. العدد 68573. ننظر إلى منزلة عشرات الآلاف، يوجد بها 6. نضع خطاً فاصلاً بينها وبين المنزلة التي تسبقها، يوجد بها 8. 8 هي من الأعداد الغنية. نضيف 1 إلى منزلة عشرات الآلاف، 6+1 تصبح 7. ونستبدل كل الأرقام التي تسبق منزلة عشرات الآلاف بأصفار. إذن 68573 يساوي تقريباً 70,000. لنقرب عدداً آخر. العدد هو 12547. ننظر إلى منزلة 10,000، يوجد بها 1. نضع خطاً فاصلاً بينها وبين المنزلة التي تسبقها التي يوجد بها 2. 2 من الأعداد الفقيرة، لا تستطيع أن تعطينا 1. تبقى منزلة عشرات الآلاف كما هي، ونستبدل الأرقام التي تسبق منزلة عشرات الآلاف بأصفار. إذن العدد 12547 تقريباً 10,000. هيا لنلعب لعبة فتح الأبواب المغلقة. يوجد لدينا 4 مفاتيح لا نعلم لأي باب، ولكن يوجد على كل باب عدد سنقربه لأقرب 10,000، ونرى أي مفتاح يحمل ناتج التقريب. هل أنتم جاهزون؟ الباب الأول يحمل العدد 43567. لنقربه لأقرب 10,000. هيا كما تعلمنا سابقاً. أحسنت، 40,000.
لننتقل إلى الباب الثاني، يحمل العدد 47,400. نقربه لأقرب 10,000، الناتج يكون 50,000. رائع، أنت ذكي. آخر باب معنا يحمل العدد 18,912. عندما نقربه لأقرب 10,000 يكون الناتج هو 20,000. متميز أنت. درسنا سهل ورائع، مع حل تمرينات بمساعدة ماما ستتقن الحل. لنكمل مع تدريب آخر، أضع دائرة حول الرقم المغطى. ننظر إلى العدد الأول، لقد قرب إلى 40,000. منزلة 10,000 لم تتغير، إذن العدد المغطى سيكون 2 أم 5 أم 8. رائع، 2. العدد الثاني تم تقريبه إلى 90,000. هل تلاحظ أن منزلة 10,000 تغيرت؟ بالطبع لا، بقيت كما هي. إذن العدد المغطى سيكون 3 أم 7 أم 9. أحسنتم، سيكون من الأعداد الفقيرة 3. العدد الثالث تم تقريبه إلى 80,000. منزلة 10,000 كانت 7 وأصبحت 8. إذن العدد المغطى سيكون 2 أم 4 أم 9. رائع، سيكون من الأعداد الغنية 9. أحبتي طلبة الصف الثالث، أتمنى أن تكونوا استفدتم من درسنا لهذا اليوم. ألقاكم في درس قادم، إلى اللقاء.